وفي هذا الفيديو سنتعرف على سيدنا يوشع بن نون عن قرب، وكيف ومتى ولماذا حبس الله عز وجل له الشمس، وقصة سيره نحو بيت المقدس ومعاركه الضارية مع القوم الجبارين. يوشع بن نون عليه السلام واحد من اثنين فقط مع حزقيال بن بوذي الملقب بابن العجوز، وقد ثبت في صحيح البخاري من رواية أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشع بن نون. وقال ابن كثير: وقد اتفق أهل الكتاب على نبوته عليه السلام. تنا اليوم مع سيدنا يوشع بن نون عليه وعلى نبينا السلام، الذي عاقب الله به بني إسرائيل بعد رفضهم قتال القبائل الكنعانية التي كانت تسكن المدينة المقدسة في فلسطين. وحول قصة دخول سيدنا يوشع بن نون بيت المقدس ذكر البخاري ومسلم في صحيحيهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن، ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. قال: فغزا فدنا من القرية حين صلي العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا، فأتت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. فقال: فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة الرجل، فلتبايعني قبيلتك. فبايعته قبيلته فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه بالمال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلت. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. هو يوشع بن نون ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وقد بدأت قصته ومعرفتنا به باعتباره فتى موسى عليه السلام. وكانت مدة التيه 40 عاما مات فيها نبي الله موسى عليه السلام. بعد أن خرج يوشع بن نون عليه السلام ومعه قومه من ذلك التيه، قاد بني إسرائيل لقتال الجبارين في بيت المقدس، حيث توجهوا إلى الأرض المقدسة عابرين نهر الأردن إلى أريحة، حيث الحصون المنيعة والقصور العالية والسكان الكثيرون. فحاصروها 6 أشهر، ثم أحاطوا بها وهم ينفخون الأبواق حتى تفسخ سورها وسقط دفعة واحدة. فكم كان هذا السلاح الصوتي متقدما لهذه الدرجة المذهلة في ذلك الوقت؟ فقد استخدم المهاجمون قوة الصوت سلاحا لأول مرة لتحطيم الأسوار من خلال ذبذبات الصوت التي خرجت من الأبواق. ومع بلوغ المعركة الأخيرة واقتراب الانتصار، كانت شمس يوم الجمعة قد قاربت على المغيب، وكان بنو إسرائيل لا يعملون ولا يحاربون يوم السبت. فخشي سيدنا يوشع عليه السلام أن يذهب النصر، فدعا الله عز وجل أن يحبس الشمس، فاستجاب الله تعالى لنبيه عليه السلام. قال ابن كثير وابن الأثير في الكامل: المعركة الأخيرة التي بدأت في يوم الجمعة وأوشك اليهود على تحقيق الانتصار، لكن الشمس قاربت على المغيب، وكان اليهود لا يعملون ولا يحاربون يوم السبت، فخشي يوشع بن نون أن يذهب النصر، فنظر يوشع إلى الشمس وقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فتوقفت الشمس مكانها وظلت واقفة إلى أن فتح يوشع بن نون عليه السلام بيت المقدس ودخله مع بني إسرائيل. وذلك لأن الشمس حسب طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها تجري دائما ولا تقف ولا تتقدم ولا تتأخر إلا بأمر الله تعالى، لكن الله هنا أمرها أن تنحبس، فطال وقت ما بين صلاة العصر إلى الغروب حتى فتح الله على يد نبيه يوشع بن نون عليه السلام بيت المقدس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. ثم غزا سيدنا يوشع بن نون عليه السلام، فنزل بالقوم بعد صلاة العصر وقد أقبل الليل، وخاف إن أظلم الليل ألا يكون هناك انتصار، فجعل يخاطب الشمس يقول: أنت مأمورة وأنا مأمور، لكن أمر الشمس أمر كوني، وأما أمره فأمر شرعي، فهو مأمور بالجهاد، والشمس مأمورة أن تسير حيث أمرها الله عز وجل منذ خلقها، وهي سائرة حيث أمرت، لا تتقدم ولا تتأخر ولا تنزل ولا ترتفع. فدعا سيدنا يوشع بن نون عليه السلام الله عز وجل أن يحبسها، فحبس الله الشمس ولم تغب في وقتها، حتى غزا يوشع بن نون بيت المقدس وغنم غنائم كثيرة.
ولما غنم الغنائم وكانت الغنائم في الأمم السابقة لا تحل للغزاة، بل حل الغنائم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمم السابقة فكانوا يجمعون الغنائم فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. فجمعت الغنائم فلم تنزل النار ولم تأكلها، فقال يوشع بن نون عليه وعلى نبينا السلام: فيكم الغلول، أي فيكم السارق الذي تسبب بسرقته في عدم نزول النار التي تحرق الغنائم. ثم أمر يوشع بن نون عليه السلام كل قبيلة أن يتقدم واحد منهم يبايعه على أنه ليس السارق، فلما بايعوه على أنهم ليسوا سارقين لزقت يد أحد منهم بيد النبي يوشع بن نون عليه السلام، فلما لزقت قال: فيكم الغلول، أي القبيلة هذه فيها السارق. ثم أمر بأن يبايعه كل واحد على حدة من هذه القبيلة، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة منهم فقال: فيكم الغلول، فجاءوا به. والغلول كما ذكرنا هو السرقة من الغنيمة بأن تخفي شيئا منها، فإذا هم قد أخفوا مثل رأس الثور من الذهب، فلما جاء به ووضع مع الغنائم أكلتها النار سبحان الله تعالى. وهذه من آيات الله عز وجل. ويقول ابن كثير: ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه، وبين أظهرهم نبي الله يوشع بن نون عليه السلام يحكم بينهم بكتاب التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن 127 سنة، فكانت مدة حياته بعد موسى عليه السلام 27 سنة، ويعتقد أن مقامه وضريحه قرب مدينة السلط في الأردن، وهو عبارة عن مسجد حديث فيه قبر ينسب أنه يضم جثمان يوشع عليه السلام. وذكر ابن كثير أنه لما دخل يوشع بن نون بهم باب مدينة بيت المقدس أمرهم أن يدخلوها سجدا، أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه، وأن يقولوا حال دخولهم: حطة، أي حط عنا خطايانا التي سلفت وجنبنا الذي تقدم من أبنائنا. ولكن بنو إسرائيل خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا، ودخلوا الباب متعالين متكبرين، وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم ويقولون: حبة في شعرة، وفي رواية: حنطة في شعرة، وفي رواية أخرى: حتى سمقاتها، أي دخلوا طالبين للطعام استخفافا بأمر الله تعالى وطلب غفرانه، ويطلبون ما تهوى أنفسهم، فلا يطلبون المغفرة كما أمرهم الله عز وجل على لسان نبيه، بل يطلبون المأكل. وفي هذا الحديث يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوشع بن نون عليه السلام أمر بجهادهم، لكنه عليه السلام منع الجهاد عن كل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، وكل إنسان بنى بيتا ولم يرفع سقفه، وكل إنسان اشترى غنما وهو ينتظر أولادها، وذلك لأن هؤلاء يكونون مشغولين بما أهمهم، فالرجل المتزوج مشغول بزوجته التي لم يدخل بها فهو في شوق إليها، وكذلك الرجل الذي رفع بيتا ولم يسقف هو أيضا مشتغل بهذا البيت الذي يريد أن يسكنه هو وأهله، وكذلك صاحب الغنم مشغول بها ينتظر أولادها. وفي الجهاد ينبغي أن يكون الإنسان فيه متفرغا، ليس له هم إلا الجهاد، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من شؤون الدنيا بحيث لا تنشغل بها فانصب للعبادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام، فدل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه لها حتى يأتيها وهو مشتاق إليها، وحتى يؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صدر. لذلك منع سيدنا يوشع بن نون عليه السلام الجهاد عن كل إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها، وكل إنسان بنى بيتا ولم يرفع سقفه، وكل إنسان اشترى غنما وهو ينتظر أولادها. فكان جزاء تبديلهم أمر الله عز وجل أن أنزل عليهم تعالى رجزا من السماء، أي أن الله تعالى عاقبهم عقوبة دنيوية بعذاب أنزله الله تعالى بهم من السماء بأن أرسل عليهم حاصبا يتعبهم ويعذبهم ولا يبيدهم، وقيل إنه طاعون أصابهم والله أعلم بما أنزل بهم. وما دام سبحانه لم يبينه فلا نعلمه ولا نفصله، لأنه سبحانه لم يفصله. وقوله تعالى: بما كانوا يظلمون، أي بسبب ظلمهم واستمرارهم عليه. وحاصله أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به، كما قال تعالى حاكيا عنهم في سورة الأعراف: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة
وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. يوشع بن نون عليه السلام واحد من اثنين فقط مع حزقيال بن بوذي الملقب بابن العجوز الذي عاقب الله به بني إسرائيل بعد رفضهم قتال القبائل الكنعانية التي كانت تسكن المدينة المقدسة في فلسطين. وفي قصة سيدنا يوشع بن نون عليه السلام دليل واضح على عظمة الله عز وجل وأنه هو مدبر الكون، وأنه سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير طبائعها، إما لتأييد الرسول، وإما لدفع شر عنه، وإما لمصلحة في الإسلام. المهم أن آيات الأنبياء فيها تأييد لهم بأي وجه كانت،